على وقع التصعيد مع الصين بشأن تايوان ووسط مخاوف من زيادة التوترات، أجلت الولايات المتحدة اختبار صاروخ من تيمان 3 بحسب ما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر. الصحيفة نقلت عن مسؤولين أمريكيين أن إدارة بايدن أرجأت اختبارا روتينيا لإطلاق الصاروخ الباليستي العابر للقارات، ولم يذكروا المدة التي قد يستغرقها التأخير، لكن أحدهم قال أن التأجيل قد يستمر 10 أيام. أعلن البيت الأبيض أن مجموعة من السفن الحربية الأمريكية بقيادة حاملة الطائرات USS رونالد ريغان ستبقى في منطقة تايوان في أعقاب إطلاق الصين صواريخ باليستية في المنطقة. ومع استمرار التدريبات الصينية في محيط تايوان، قال مجلس إدارة شؤون البر الرئيسي الصيني في تايوان إن استخدام القوة لا يحل المشكلات والخلافات. المجلس قال أن هذه التدريبات لن تغير حقيقة أن الجانبين لا ينتمي أحدهما إلى الآخر. ودعا الحزب الشيوعي الصيني إلى وقف ترويع تايوان على الفور. وجاءت التدريبات العسكرية الصينية عقب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان. ووسط تطورات الأزمة، حذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن من تغيير الوضع القائم حول تايوان بالقوة، وقال أنه لا مصلحة لأي أحد ولا حتى الصين في التصعيد. The United States continues to have an abiding interest in peace and stability across the Taiwan Strait. We oppose any unilateral efforts to change the status quo, especially by force. We remain committed to our One China policy, guided by our commitments under the Taiwan Relations Act, the three communiques, and the six assurances. And I want to emphasize, nothing has changed about our position. And I hope very much that Beijing will not manufacture a crisis or seek a pretext to increase its aggressive military activity. We in countries around the world believe that escalation serves no one. And could have unintended consequences that serve no one's interests, including ASEAN members, and including China. ردا على التدريبات العسكرية الصينية بالقرب من الجزيرة، قالت رئيسة تايوان أن تايوان لن تشعل الصراعات، لكنها ستدافع بقوة عن سيادتها وأمنها القومي. 我要强调，我们不会升高冲突，不会挑起争端，但我们会坚定地捍卫主权和国家安全。 坚守民主自由的防线，我们冷静不躁进，我们理性不挑衅，但我们也会坚定不退缩。我们致力维持两岸现状，对建设性的对话也一向保持开放的态度。台湾从来不会被挑战所击倒。我希望全体国人。 على وقع زيارات الأمريكية المتكررة إلى تايوان وتصريحات البيت الأبيض عن الجزيرة، كانت الصين ترد بمناورات عسكرية في محيط تايوان. منذ سنوات تشكل تايوان عقدة خلاف كبيرة بين الصين والولايات المتحدة. أجرى الجيش الصيني مناورات عسكرية بالقرب من تايوان رداً على زيارة وفد من الكونغرس الأمريكي إلى الجزيرة، وذلك في نوفمبر من عام 2021. في أبريل من العام الحالي رداً على زيارة مشرعين أمريكيين إلى تايوان، بدأت الصين إجراء تدريبات عسكرية في محيط الجزيرة، حيث وصفت الصين الزيارة الأمريكية إلى تايبيه بأنها عمل استفزازي متعمد. بدأت بكين مناورات عسكرية في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه منذ فترة طويلة، بالتزامن مع استعداد الرئيس الأمريكي جو بايدن لبدء جولة آسيوية. أعلنت الصين انطلاق تدريبات عسكرية قبالة ساحلها المواجه لتايوان بعد أن حذرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي وطالبتها بإلغاء خططها المحتملة لزيارة الجزيرة. دخل أغسطس فبدأت الصين في الرابع منه أكبر مناورة يتم تنظيمها على الإطلاق في محيط جزيرة تايوان، والتي ستستمر عدة أيام في رد تصعيدي على زيارة بيلوسي لتايبيه.